وسط الأجواء المتوترة في العالم ظهر مرض جديد اسمه جدري القردة، وقالت عنه منظمة الصحة العالمية إنها بتتوقع رصد المزيد من حالات الإصابة بهذا الجدري في الوقت اللي بتوسع فيه نطاق المراقبة في البلدان اللي مش موجود فيها هذا المرض حتى هذه اللحظة. المنظمة قالت إنه حتى الآن تم الإبلاغ عن 92 حالة دي مؤكدة، و28 حالة بيشتبه بإصابتها بجدري القردة من 12 دولة لا يستوطن فيها هذا الفيروس. أكد مدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا إن حالات الإصابة بمرض جدري القردة في بعض الدول الأوروبية هو غير نمطي، وأشار كمان إن الدول أو الغير مرتبطة بالسفر إلى هذه البلدان الموبوءة ربما تكون أقل عرضة في الإصابة. كمان إن جدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية الممطرة في وسط وغرب أفريقيا، يعني منظمة الصحة العالمية حددت هذه المناطق الجغرافية إن دي أكتر المناطق اللي بتنتشر فيها أو معرضة أكثر لهذا الفيروس. لو إحنا بنتكلم كمان إن جمعية الصحة العالمية بتفتتح الدورة 75 لأعمالها النهاردة في جنيف للبحث في سبل بناء نظام صحي عالمي فعال في ظل كل التداعيات العالمية للأزمة في أوكرانيا وجائحة كورونا، وطبعا عارفين حضراتكم أن أوكرانيا بتقف خلف طرح قرار يدين الهجمات اللي بتشنها موسكو على المنظومة الصحية الخاصة بها. يعني.